وسهلا بكم على شاشة 17. لبنان بعد الانتخابات النيابية مشهدية تختصر بالآتي: لا فيول، لا كهرباء، لا بنزين، لا خبز، وطوابير بكل الاتجاهات. وسط كل ذلك دولار يحلق ولا سقف له، والآتي ببقاء هذا العهد وهذه السلطة أعظم. ومع ارتفاع سعر الدولار سجلت المحروقات أسعار غير مسبوقة، مع ارتفاع جنوني في سعري المازوت والغاز، ورافقه بالطبع غليان باقي الأسعار الضرورية في حياة المواطن المسكين. سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و 98 أوكتان ارتفع 17000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 65000 ليرة وسعر الغاز 33000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: صفيحة البنزين 95 أوكتان 559000 ليرة، صفيحة البنزين 98 أوكتان 569000 ليرة، أما المازوت ف 680000 ليرة، أما الغاز ف 408000 ليرة. ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة اعتبر أن تخطي الدولار عتبة 30000 ليرة أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات، وقال: لقد اجتمعنا في وزارة الطاقة واتفقنا على بعض البنود حول سعر صيرفة ودولار السوق السوداء لمادة المازوت، وأكد أنه إذا لم يتم تثبيت سعر صرف الدولار مع البنك الدولي ومصرف لبنان سيبقى القلق يلاحق المواطن اللبناني. هذا الواقع المأساوي حرك الشارع مجددا أمس، حيث قطع عدد من المواطنين السير قرب جامع محمد الأمين وطريق الرينج في الاتجاهين عند برج الغزال، كما قال عدد من السائقين بقطع الطريق أمام وزارة الداخلية. وقامت مجموعة من المواطنين بالتظاهر أمام وزارة الاقتصاد اعتراضا على ارتفاع الأسعار. وفي النبطية أقفل متقاعدو القوى الأمنية بنك الاعتماد اللبناني النبطية احتجاجا على سياسة السقوفات والتقسيط المتبعة من قبل المصرف. وفي جديد أزمة الرغيف، لفت نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف إلى أن هناك 6 مطاحن متوقفة عن العمل، وهناك أفران أقفلت، فيما هناك ضغط على الأفران التي لا تزال تعمل، وهذا يؤدي إلى انتظار المواطنين بالطوابير. وتلاحقت بوادر التأزم المعيشي مع مؤشرات التوتر السياسي والأمني التي أطلقها رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد، متهمة فيها الخصوم الجدد في البرلمان بالعمالة لأمريكا وإسرائيل، وملوحا بسيف الحرب الأهلية من جديد. في السياسة يبقى تشكيل حكومة الجديدة بعد تسمية رئيسها هي المعضلة المعقدة الأولى التي ستعترض أحزاب المعارضة والقوى التغييرية، لأن تكرار سيناريوهات تأليف الحكومات السابقة في هذا العهد وما قبله والتي كانت تمتد لأشهر طويلة والتي بلغت قرابة السنة بالنسبة لحكومة الرئيس تمام سلام، يعني تضييع ما تبقى من أشهر من ولاية هذا العهد في المماحكات السياسية الفارغة، فيما البلد يغرق في أمواج تسونامي الأزمات المالية والمعيشية مبرمج، وكأن الوضع النقدي تحول إلى إحدى ساحات المرحلة من الصراعات المتجدد. أما انتخابات رئيس المجلس الجديد فهو أهون الاختيارات الصعبة القادمة، على اعتبار أن لا مرشح آخر غير الرئيس نبيه بري لهذا المنصب، لأن الثنائي الشيعي احتكر تمثيل الطائفة وحصل على كل المقاعد الشيعية في البرلمان وعددها 27 مقعدا، وبالتالي فلا مفر من هذا الواقع ولو أدى إلى حصول بري على أكثرية ضئيلة بالمقارنة مع حالات شبه الإجماع التي كانت تتم سابقا. في المواقف دعا النائب فؤاد مخزومي من دار الفتوى إلى التعاون، وقال: إن توقعاتي أن هذا المجلس النيابي هو بداية الدولة والتغيير وطرد الدويلة، إلا أنه أشار إلى أن هذه الانتخابات لم تكن شفافة وتضمنت عمليات تزوير. نائب المنتخب أشرف ريفي أعلن أن هناك تفكيرا في تأليف جبهة سيادية تضم 3 مكونات أساسية: السني عبر جمع البيت الواحد، القوات اللبنانية كمكون مسيحي، والاشتراكي كمكون درزي، موضحا أن الثوار في حال تحالف مع القوات وحزب الكتائب وكل القوى السيادية بمنطق وطني. ولفت إلى أن هناك ضرورة لإقامة مشروع عربي في وجه المشروع الفارسي.
أشار النائب نيكولا نحاس من مجلس النواب إلى أنه تمحور النقاش حول صكوف معاشات التقاعد المضمونين والتوازن المالي ونسب الاشتراكات وموضوع الحوكمة وسبل الإدارة الرشيدة وإدارة الاستثمار، كما تم الاتفاق على نص مشروع يلبي الطموحات ويعطي الناس ضمانة لشيخوختهم، وهذا أمر أساسي لخلق الأمان الاجتماعي. أعلنت وزارة الداخلية والبلديات اليوم أن نسبة الاقتراع النهائية في الانتخابات النيابية لعام 2022 بلغت 49.39%. وزارة الخارجية الفرنسية أصدرت بياناً بشأن الانتخابات النيابية، جاء فيه: اجتاز لبنان مرحلة مهمة يوم الأحد 15 أيار 2022 بإجراء الانتخابات التشريعية في سياق الأزمة الفادحة التي تعانيها البلاد منذ أكثر من سنتين، وتشيد فرنسا بتنظيم هذه الانتخابات في موعدها المقرر، لكنها تأسف للحوادث والمخالفات التي سجلتها بعثت مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، وتأمل كشف حقيقة ما جرى. وختم البيان: ستواصل فرنسا وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني. في المتفرقات، أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات لعام 2022، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن هذا العام وما قبل إلى الجوبات المختصين أو لدى دوائر التوزيع التابعين لها، مشيرة إلى إمكانية التقسيط على 3 دفعات. من أمنياتنا، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن أي قطعة جوية معادية لم تخرج المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان، وأوضح على تويتر أنه نتيجة خطأ في التشخيص أطلق مقاتلو الجيش الجوي الإسرائيلي صواريخ اعتراض، ما سبب في تفعيل الإنذارات في الجليل الأعلى، ولفت إلى أن الحالة في الجبهة الداخلية اعتيادية طبيعية. تم تلف نحو 10 أطنان من حشيشة الكيف في صيدا، بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان وتحت إشرافه، والتي كان قد ضبطها في وقت سابق على متن باخرة في مرفأ صيدا كانت متجهة إلى مصر، وذلك في عملية نوعية لمكتب مكافحة المخدرات في الجنوب وضابطة الجمارك. موجزنا انتهى. مزيد من الأخبار في جولتنا المسائية وعلى موقع tv17.com. إلى اللقاء.